تحية من القلب بوجهها لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطل عليكم يوميا بكل فقراته مع ضيوفه المميزين. بالبداية بذكركم كون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل البرنامج. خليلي عينك على السكري، مش بس اني انا راقب مستوى السكر بالدم، ومش بس انه يكون عندي هالمكنة اليومية اللي بستعملها واتفرج عليها وشوف النتيجة وبررها باشياء تخفيفية لحتى ما اعترف او ما اقول اني مريض سكري. اليوم مين منا ما عنده حدا ببيته او بعائلته مصاب بداء السكري؟ ومين منا ما حدا شاف أو شافوا أشخاص عم بيعانوا من مضاعفات هالسكري؟ في أهم من البصر، في أهم من بتر الرجل، في أهم من إننا نعيش بلا مشاكل شرايين وتسكير شرايين ونشافة شرايين. أكيد في أهم، هو إننا عن جد نخلي عيننا على السكري. كل تفاصيل حلقتنا ضمن انترفيو. اليوم العالمي للسكري قامت الجمعية اللبنانية لطب العيون LOS بتعاون مع نوفارتس بإطلاق حملة توعية وطنية تحت اسم خليلي عينك على السكري. أثناء الكلمة اللي ألقاها للمناسبة أكد الدكتور لياس شليلة رئيس الجمعية، شدد على أن البصر هو حاسة أساسية وقيمة للغاية عند الإنسان، لذا يجب أن تؤخذ على محمل الجد. وزارة الصحة عم بتقوم بما عليها من توعية ومن مساعدة بالاستحصال على هيدي، والشركات الضامنة إن كان العامة ولا الخاصة عم تتفهم الوضع أكثر أكثر، وعم بتشارك وتساعد المريض بالحصول على عدد معين من الحقن. أكيد يمكن بعد ما وصلنا أنه نقنعهم بهالكميات هيدي. اليوم نحن بلبنان يلي عم نجرب نعمله كجمعية أطباء العيون، وأنا بديت مع بعض الشركات التأمين وشركات وبعض الجهات الضامنة إقناعهم أنه يزيدوا عدد الحقن يلي بيقدروا يغطوها أول سنة لخمس أو ست حقن. عم نحاول نأمن عدد أكثر من الحقن، إذا قدرنا نأمن للمريض خمس أو ست حقن بنكون أمننا تقريبا ثلثين العلاج. أكيد بده يتفهم المريض وضمن التوعية انه مرض السكري هو مرض بحاجه لعلاج دائم ومتابعه دائمه، ومنه دواء، منه مرض بيوقف عند مرحله معينه اذا علاجتيه. كل ما المرض اكتشف والاصابات بالشبكه هن بمراحل بدائيه، كل ما كلفه العلاج اقل والحاجه للحقن اقل ووضع المريض اقل وانتاجيه المريض اقل والنتيجه احسن. من جانبه عرض الدكتور زياد بشور لمحه عامه عن كيفيه تاثير السكري على العين، مؤكدا أن اعتلال الشبكية السكري والوزمة البقعية بسبب السكري هما السببين الرئيسين لفقدان البصر بين السكان بسن العمل. فقال: يمكن الوقاية من فقدان البصر بسبب اعتلال الشبكية السكري والوزمة البقعية نتيجة السكري إذ تم تشخيص المريض ومعالجته في حينه. إذا المريض حافظ على مستوى السكري بمعدل ممتاز لمدة خمس سنين بيصير في تحسين بمستوى السكري اللي عم بيصيب الشبكة. هيدا خمس سنين، بينما العلاج المنتظم بهالأدوية ممكن يعطينا ذات النتيجة خلال سنة. مادة مضادة أنتيبودي لبروتين بيتواجد داخل العين، بالإنجليزي اسمه Vascular Endothelial Growth Factor VEGF VEGF، وهيدا هالبروتين العين بتنتجه من وراء إصابة الشرايين بالسكري، فبصير في نقص بتغذية الشبكة بالدم وبالأكسجين، وردة فعل خلايا الشبكة إنه بتنتج هالبروتين، وهالبروتين هو اللي بيسبب كل المضاعفات اللي يعني معظمها اللي بتصير من وراء السكري. وأكد السيد عامر حمود إنه مرضى السكري هم محور اهتمام هالشركة، كما وتتعاون بشكل وثيق مع جمعية LOS في هذه الحملة من أجل توعية الشعب اللبناني حول العلاقة بين مرض السكري وفقدان البصر. فقال: نحن نؤمن بشدة بأهمية التشخيص المبكر، إذ يمكن تجنب الكثير من الأمراض من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة. يغزى العين عنك يا لبناني، كلك نظر وعندك بعد نظر، عائلتك على الراس والعين، ولما تحط عينك على شيء توصل له. قلبك كبير وكل الحلوين عيونك، بس عينك شبعانة خدوم.
من هالعين قبل هالعين وعيش بتسهر وبتغني بس حتى يا عين ما تصير يا ليل خلي لي عينك على السكري وفحص عينيك لأنه السكري ممكن يعميك ويطفي كل شيء حلو فيك بيسرنا استضيف بحلقه اليوم معي بالاستوديو دكتور حسن شاهين اهلا وسهلا فيك دكتور حسن شكرا حضرتك اختصاصي امراض وجراحه العين رح تخلي عينك علي تنخلي عيننا انا وياك على السكري ان شاء الله شو رايك دكتور هيدا العنوان الكبير يلي حضرتكم عم تشتغلوا على اساسه تتوعوا المواطنين وخاصه المصابين بداء السكري هيدا ما بيمنع انه يلي مش مصاب بداء السكري انه يكون عنده استعداد للسكري ومنه عارف وعم بعيش حياة طبيعية فيها امل بدون اي مضاعفة اليوم مع حضرتك رح ركز بالموضوع اكتر على السكري والعيون لانه هي مشكلة حقيقية حقيقة اذا وصلنا لمطارح متقدمة بيكون عنا مضاعفات اخطر على صحة عيوننا بالبداية ليش هالعلاقة القوية بين السكري والعيون يسعد صباحكم اهلا وسهلا فيك إذا بدنا نقول في مقولة قديمة جديدة ودائما بتطبق واللي هي الوقاية خير من العلاج أو درهم وقاية خير من قطار علاج بيطبق على كتير أشياء بس بشكل كتير خاص بيطبق على مرض السكري ببداياته السكري المريض ما بيكون حاسس وما بيكون عارف ولأجل هيك للأسف ما بيلاقي الحاجة إنه يفحص عيونه هاي خطورة المرض الاشياء اللي المرض الصامت اللي ما عم بيعطي عوارض بالاول هيدا اللي بيخوفنا اكثر لانه اللي يبلش يعطي عوارض بكون شوي تاخرنا صحيح بكون بلشنا بالمشاكل والوقايه بدها تكون عن طريق طبعا الفحص الدوري وهالشيء بيتحمل مسؤوليته المريض بيتحمل مسؤوليته الطبيب اللي عم بيعالج السكري اساسا العلاقه الوثيقه بين السكري والعيون لانه السكري مرض بياثر على الشرايين الصغيره بالجسم بكتير محلات شرايين القلب بشرايين الكلى وبشرايين العيون وبالأطراف وأي محل من هالأعضاء اللي ذكرناها بيتأثر لدرجات كبيرة رح يصير في عنا نقص بالتغذية الدموية لأنه هالشرايين الصغار عم بتسكر وبالتالي بتبلش العوارض بس ليش طالما هي هالشرايين الصغيرة يلي بتغذي كتير من المطارح ركزنا أكتر على العيون وعلى الأطراف مع مريض السكري مع أنه نعرف أنه في مشاكل قلب أيضا طبعا في مشاكل بالقلب ولكن النظر نظرا لأهميته لأنه في أشياء بتصير irreversible في أضرار غير قابلة للإصلاح عشان هيك الوقاية منا بنقدر نبعد عن هالمشاكل يعني في دراسات صارت واضحة وصريحة ونتائجها غير قابلة للنقاش إنه المريض اللي بيدير باله على حاله من الأول بيحافظ على سيطرة تامة على مخزون السكري وعلى مستوى السكر بالدم بيقدر يمرق 10 و20 سنة و30 سنة ويضل نظره سليم وجسمه لحد كبير يضل أعضائه سليم يعني أنا بقرار شخصي وإرادي قوية بقدر حافظ على نظر سليم صحيح بالمية وأخر قد ما فيه المشاكل اللي راح أكيد أوصل لها مع العمر حتى نحن كأشخاص معنا عن سكري يمكن حنوصل لمشاكل بالمية شوف فحص العيون نحن بنقول بشكل عام الأشياء التوصيات العالمية بعد عمر الأربعين لازم كل شخص يفحص عيونه كل سنة مرة على القليلة مشان طبعاً نفحص ضغط العيون لأنه هيدا أشياء من الأشياء إذا ما كان عنده مشاكل بالعيون وراثية كمان وعنده أوريدي إذا في عنده استعداد وراثي طبعاً من بصير الوقت قبل عمر الأربعين لمريض السكري أكيد هالشيء نبلشه قبل يعني أول تشخيص بيحصل إنه صار في سكري لازم يتم أول فحص للعيون ومن وقتها كل مريض بدك يعني تحطه على برنامج معين صحيح كمان. المريض اللي بعده بالبداية وداير باله على حاله وهيك بيكفي يمكن كل سنة مرة نشوفه في مرضى بنكتشفهم شوية مأخرين هدول المرضى طبعا بدهم يجوا بشكل أسرع في ناس كل ست شهور في ناس كل ثلاث شهور وخاصة هلأ صرنا بعصر نحن شوي في ثورة بعلاجات مضاعفات السكري بالعيون مع أدوية جديدة نزلت صرنا رح نحكي عن العلاجات بعدين خليني كيف بيأثر السكري على العيون حكينا أنه السكري بيأثر على الشرايين الصغيرة يلي بتودي الدم على شبكية العين يعني هو مباشرة بيأثر على شبكية العين كيف يعني خلينا نقول بالبداية it's a small vessel disease يعني عندنا شرايين عم تتأذى نتيجة ارتفاع السكري رح يصير في عندنا شرايين
تفقد حمايتها. الشريان إذا ما نتخيله في عنده غلاف من الخلايا الثانية. ارتفاع السكر بالدم بيخلي هالغلاف هالخلايا اللي مغلفة الشريان تتساقط وتموت. هالشرايين الصغيرة بتصير عمالة بطلة محمية. بطلة محمية بتصير يظهر منها السائل اللي بقلب الشريان، بقلب الأوردة الدموية الصغيرة يعني، والشريان الصغار الكابيلاريز. فإذا رح يصير في عنا ارتشاح، رح يظهر مواد من قلب هالكابيلاريز ورح تسكر. الأشياء هاي التانية. إضافة لأنه السكر مباشرة بيأذي مش بس شرايين صغار، بيأذي الخلايا الشبكية بحد ذاتها ارتفاع السكر. طبعا غير الاشياء الثانيه اللي بيعملها السكري، بس عم خلينا نركز على الاشياء اللي بتحصل بشبكيه العين لانه هي مصدر الخطر الاكثر. فمع الوقت شو راح يصير اذا في عنا شرايين عم ترتشح، عم يظهر منها سوائل ودهن وغيره، راح تجمع بنسيج الشبكي. اذا ما نتخيل الشبكيه نسيج وبيبرق بقلبه شرايين، وهالشرايين عم بتنفس، عم يظهر منها، راح تجمع هالانسجه، هالمي وهالدهن راح يجمع بانسجه الشبكيه. وراح يخف وصول الدم لانه في شرايين عم بتسكر. فاذا هي عمليه انسداد وارتشاح، يا اما سكر ببقع يعني من قطع الدم. من قطع الدم اوكي. وقت اللي بتخسر حمايتها الجسم بحاول يصلح بطريقه، ولكن منها طريقه فضله. في محلات بينقطع عنا الدم. بدنا نتخيل هالشيء عم يحصل على اشهر وعلى سنين وعلى تراكمات. يعني اللي راح يصير انه راح يصير في عنا مي مجمعه بالشبكيه، وراح يصير في عنا مناطق مقطوع عنا الدم. مع مرور الوقت لنقول مرق اول سنه سنتين ثلاثه المريض ما بكون عم بحس بشيء، لانه عم تخسر أبداً؟ عم بالبدايه ما بكون عم بحس بشيء ولا اي شيء بنظره، الا اذا عم يطلع كثير السكر عالي. أوكي. لانه بصير يحس انه نظره عم بيغبش نتيجه تخزين السكر بقلب عدسه العين. أوكي. غير الشبكيه. عشان هيك بعض المرضى السكري اول ما بيكتشف بيكون عالي المخزون عندهم كثير، بطل عم بيشوف لبعيد، بيجي لاجل هالشيء، لانه السكر العالي بخزن بعدسه العين بيؤدي لحدوث مايوبيا او هايبروبيا. بحس المريض نظره كانه عنده ضعف نظر. صحيح. هيدي فئه ثانيه من التاثيرات. بس على صعيد شبكيه العين عم نحكي، خلينا ناخذها هيك مع الوقت نحكي شو بصير من اول تشخيص نقول 10 سنين. صحيح. سو بالبدايه صار في عندنا ارتشاح، هيدا بيؤدي لانخفاض بالنظر، لانه هالمي اللي مجمعه بوسط الشبكيه رح تؤدي لتضاعف بالنظر، ضعف النظر، لانه منا سماكة الشبكية صارت أسمك من العادة. مع الوقت أكتر انسداد أكتر، شرايين عم بتسكر أكتر، بيصير في إفراز كتير لهرمون اللي نحكى عنه بالمقابلة، واللي هو الفاسكولار اندوثيريال جروث فاكتور، بصير يزيد كتير مستوى، لأنه الشبكة ناقصها دم، ما عم يوصل دم كتير، بصير هو يعطي، بصير تفرز أكتر هالهرمون. أوكي. واللي هو يعني إذا بدنا نترجمه للعربي إنه هرمون نمو الشرايين. سو بصير يطلع عنا شرايين، الشبكة عم تحاول تساعد حالة بطريقة تكوين شرايين، لكن للأسف هالشرايين اللي بتتكون نوعيتها منها شرايين جيدة قابلة للنزف بأي لحظة. هم ممكن وصلنا للمرحلة الثانية من المضاعفات، واللي هي النزف. المريض فجأة بقول لك غبش نظره بشكل كتير كبير، لأنه هالنزيف بيعبي العين من جوا، وبالتالي بس هون بيكون عم بيفقد نظره تلقائيا بدون ما يحس. فجأة ممكن ينزف، ممكن يكون في شرايين عم تنمى من دون ما يحس فيها هو، بس لما بتنزف هالشرايين فجأة بينخفض النظر نسبة كبيرة طبعا. هون صرنا بدنا نفوت طبعا على العلاجات شوي معقدة أكثر، من ضمنها في حقن أبر معينة، ليزر. دكتور خليني أحكي، هل له علاقة مرض السكر مع الوزمة الصفراء أو البقع الصفراء؟ أكيد أكيد. ببدايات من لنأخذ مريض بلش من هلأ عنده السكري، بعد 5 سنين من المرض منبلش نشوف تقريبا بين 10-30% من المرضى يبلش عندهم شيء بنسميه ماكيولار إديما، واللي هو توزم اللطخة الصفراء أو صحيح. توزم البقع بنسميه. بصير في عنا مثل ما قلنا هالشرايين اللي عمالة بترشح فلويد سوائل، هالسوائل بتقعد بوسط الشبكية اللي هي اللطخة الصفراء، واللي هي مسؤولة عن إذا بدنا نقول المركز الوسطي للنظر. صحيح. يعني وقت اللي بده ينظر المريض على شغلة بيستعمل هالبقعة هاي. بس هي لطخة الصفرة بيسموها، بس هي بتشوف أنت هي صفرة طبيعية. هي لطخة صفراء طبيعية. اسمها الطبيعي لطخة صفراء. وقت اللي بيصير فيها فلويد كتير عم تجمع سوائل النظر بينخفض، لأنه بطلت الصورة عم بتكون كأنك عم بتوجه ضوء عبر شيء في مي قدامه، بطلت الصورة واضحة وشارب. هيدا اللي بيؤدي لانخفاض النظر بالبداية. هيدي نبلش نشوفها
قبل ما نوصل للمضاعفات الخطيرة اللي هي النزف. أوكي هذا بدي أقوله، يعني هي بتبلش من أول مراحل المضاعفة تقريبا، مش قبل خمس سنين، مش قبل خمس سنين من المرض. عادة نبلش نشوفه. بالفقرة الثانية دكتور حسن شاهين حأحكي عن التشخيص كيف بيصير، المتابعة إذا ما نحكي مع مريض السكري، وقصة العلاجات الجديدة اليوم لكل مرضى السكري اللي عندهم مشاكل بالعيون، هل هي عن جد فعالة؟ هل مين ما كان بيقدر ياخذ هالعلاجات الجديدة أو كمان في بديل هو كمان بيعطي نفس النتيجة وبيكون أوفر للمريض بعد هذا الفاصل؟ عودة لكم مشاهدينا حتى نتابع المجال الصحي مع ضيفنا دكتور حسن شاهين. برجع برحب فيك من جديد دكتور حسن، حضرتك اختصاصي امراض وجراحة العين، موضوع حلقتنا هو لخليلي عينك على السكري، هالحملة اللي قامت فيها الجمعية اللبنانية بالاشتراك مع جمعيات اخرى او حتى مع شركات ادوية للوقاية من مشاكل السكري اللي بتأثر مباشرة او غير مباشرة على العيون، واهمية فحص العيون والكشف المبكر بمرحلة مبكرة قبل ما يفوت الاوان. حكينا بالبداية عن كيف ممكن توصل هالمضاعفات، شو ممكن تتأذى هالشبكية أو كيف تتأذى مع الوقت، ولكن الأهم اليوم هو التشخيص اللي حضرتك ركزت عليه بالبداية، أن نحن نراقب نظرنا، نتابع على القليل مرة كل سنة مريض السكري حسب توصية الطبيب. كيف يتم التشخيص من قبلكم؟ خلينا نقول المريض لازم أول ما يشخ أول ما يلاحظ أنه عنده سكري، أو طبيب الصحة أو طبيب العائلة اللي يشك أنه في سكري، لازم يتم فحص للعيون بالبداية. بقى عادة بيكون في ريفيرال، في بيبعث الحكيم المريضة، لازم يصير في فحص طبعا مع فحص لشبكة العين. أوكي، فحص شامل كل شيء. ما تقول لي هل بتقطروا فيها القطرة و... إيه لازم. هل بينزعج كتار من الناس؟ بينزعج شوي من المريض، بس إنزعاج مؤقت بدون ساعة أو ساعتين، منه كتير. هي غنش صارفة إذن مش إنزعاج. لأنه هذا الفحص هو اللي نقدر على أساسه يعطيكم صورة واضحة، نقدر نشوف هالمريض هل هو سليم بالمية مية أو في أي نسبة خطر تستوجب مراقبة بفترة قصيرة. بعد ما نعمل هذا الفحص إذا لقينا كل شيء طبيعي، شو بتشوف بهذا الفحص؟ يعني الصورة ديش واضحة هي؟ طبعاً بتشوف كل هالشرايين، بنشوف عصب العين، بنشوف اللثة الصفراء، بنشوف شرايين الشبكية وضغط العين. وضغط العين طبعاً. أوكي. الروتينية يعني. أوكي. إضافة لها طبعاً بتشوف النظر إذا عنده أي ضعف أي هاي الأمور اللي صرنا عارفين المريض هذا البيز لاين طبعاً، وهذه المرحلة الأولى تعيده. كمريض أول مرة عم نشوفه وما لقينا شيء، طبعا بدنا يكون مش بس نطلع بالعين، يعني بدنا نسأله هل في عنده شو الريسك فاكتورز عنده. أكيد. يعني مريض هل الكنترول تبعه منيح؟ طبعا من اي تصرف مشخص السكري؟ هل عنده شيء ثاني؟ هل بدخن؟ هل عنده ضغط؟ هل عنده مشاكل بالكلى؟ بريجننت اذا المرأة حامل؟ هاي عوامل بتخلي الخطوره، عوامل خطوره كلها بنسميها. الاوبيزيتي، قد ايه وزنه، قد ايه كل هالامور، هيدي ممكن تخلينا شخص اذا لقيناه ما عنده اي شيء من العوامل نقول له والله كل سنه مره فينا نشوفه. اذا عنده ريسك فاكتورز، اذا فحص اذا عنده ريسك فاكتورز بتخلينا شوي نكون حذرين اكثر، نقول له إن انت معرض اكثر من غيرك، نشتغل على هالريسك فاكتورز ونشوفك بوقت قبل يمكن 6 شهور. صحيح. اذا لقينا شيء، افترضنا المريض، واكثر الاحيان هيدا اللي بيصير، بيجي المريض صار له 4-5 سنين عنده السكري، يعني خاصه بالتايب 2 اكيد نذكر، ولازم المشاهدين يكون بيعرفوا انه في عندنا نوعين من السكري، تايب 1 تايب 2. تايب 1 النوع الاول اللي بيحصل على الصغر، التايب 2 اللي هو شائع اكثر، واللي بنسمع نشوف تايب 2 عند كمان شباب صغار بالعمر هلا. في ان بتوين هلا بالتايب 2 عاده بيجي المريض شوي مؤخر، بيكون صار له السكري فتره عم بيزيد تدريجيا، وبالتالي احيانا كثير المريض بيكون اول زياره لنا وما حاسس بشيء، بتفحص له شبكه عيونه، بنبلش نلاقي تاثيرات. شو بنلاقي؟ مثل ما كنا عم نقول، رح نلاقي اثار هالارتشاح، رح نلاقي باللثه الصفراء بعض اثار الفلويد، السوائل اللي عم تتجمع، الدهن عم يتجمع، بنبلش نلاقي نزف، في نقط نزف صغار عم بيصيروا بقلب الشبكيه لانه في شرايين صغار عم تسكر او عم تفقع. هي للمريض اذا النظر بلش تاثر على النظر، عاده في امور تساعدنا بالتشخيص اكثر لنعرف، بنطلب صور طبقيه لشبكيه العين. اوكي هي بدي اوصل بتطلبوا صور متقدمه يعني لحتى اكثر تطلب تفاصيل. اذا بين عندنا في سوائل يعني في توزن بالبقع
توزن بقعي بالأطقم الصفراء أكيد. الصورة بتفرجينا مايكروسكوبيكلي قديه هل في تجمع فلويد وقديه سماكتها، وممكن نطلب شيء أكثر، ممكن نطلب أحيان صورة ملونة فلورسين أنجيوغرافي، مادة بنعطى مثل بالمصل مادة ملونة وناخذ صور لشبكة العين. صحيح بتفرجينا المحلات اللي عمالة بترتشح، وبناء على هالصورتين مع فحص النظر قديش متراجع النظر بنقرر شو العلاج اللي بدنا نعمله. هي للمريض اللي عم نشوفه ومبلش عنده المريض اللي مبلش عنده شرايين عم بتبلش تنبت، في عنده شرايين ممكن تنزف، ممكن نوصل هذا المريض نعمل له ليزر او لا. بنقرر العلاج، هلا بنحكي بعد شوي على العلاج، بس بعد المرحله التشخيصيه هي فحص العيون زائد اذا كان بحاجه ل او سي تي صوره لشبكيه العين او فلورسين انجيوغرافي او اثنين سوا حسب الحاله. طيب دكتور، يعني بهيدي المرحله ما في شيء، اذا انا اليوم قبل ما احكي عن العلاجات اليوم المتوفره، اذا انا عندي ما عندي سكري اوكي، او عندي سكري مبلش بطريقه بعدها مقبوله يعني على الخفيف، في ادويه وقائيه؟ هذا اللي بدي اقوله. يعني دائما مثلا اذا عندي استعداد للسكري باخذ ميتفورمين مثلا بيساعد، اذا عندي ما بعرف شو الكوليسترول شيء تنبين باخذ دبل الكوليسترول ممكن يساعدني ان ما يتطور هالكوليسترول اكثر. للعيون، لطالما انا عارفه انه مرض السكري له تاثير شئنا او ابينا على العيون بعد مرحله طويله، في شيء وقائي او لا؟ في اشياء مساعده اذا بدنا نقول الشيء الاساسي هو الحفاظ على السكري. مظبوط، من خلال الوقايه يعني. طبعا اوكي، الاشياء العوامل اللي حكينا عنهم جدا مهمين. أوكي. عوامل الخطر يعني اللي عنده ضغط معروف، اذا عندك ضغط وسكري حصول مشاكل ومضاعفات السكري اكثر بكثير، لانه كمان الضغط بياثر على الشرايين، صار في عندك عاملين عم بياثروا، طبعا مفعولهم اكثر من عامل واحد. العامل الثالث الدهن، ارتفاع الدهن بالدم كمان عامل كثير كثير مهم. بدنا نشتغل على كل هيدول. ما فينا يعني العيون جزء من هالجسم، بس ما في قطرات، ما في شيء نعمله قطرات انه تمنع حصول مضاعفات. لا، في ادويه مساعده مثل ما حكينا. أوكي. يعني دوكسيوم او شيء، في بعض الادويه اللي بتساعد شوي حمايه لهالشرايين اللي قلنا عم يفقدوا حمايتهم من الغلاف تبعهم. في بعض الادويه عم ينشغل، في اشياء كمان في اشياء عم نشغل عليها ريسيرش وايز لها الخلايا هيدي تقوى، بس شيء سحري او شيء انه علاج لا. العلاج بده يبلش بالجسم كله سوا، نشتغل على العوامل، نظبط السكري، وعدم ما يكون السكري طلوع نزول يويو. يعني هيدا احيان خطر مثل السكري العالي. صح. لبل بعض الاحيان اخطر. صحيح، يعني بعض الاحيان مريض اللي بيكون المخزون عنده 10 وفجأة بينزلوا، هذا مريض بخوفنا كتير. هذا مريض هذا مريض معرض يحصل عنده مضاعفات أكثر من بكتير من اللي بيضل 10. بقى بده يكون السيطرة على المخزون تدريجية، يعني بده يكون في خطة، بده يكون في مانجمنت لهالمرض بتعاون مع حكيم السكر، حكيم الغدد وحكيم العيون، ويكون في دايما علاقة بتساهم كتير بعدم. بس مشكل انه دايما الامراض المزمنة اللي بتعيش مع المريض بتعيش بطريقة كتير غلط، وبيهمل كتير صحته وبيستلشئ كتير وبيخدها بالبداية وكأنه شيء كتير عادي يعني، وبعدين مبلش المضاعفات بتكون توليت اوقات عن بعض الاشخاص. بصير يسأل ليه عم بيصير هيك. صح، بيكون انه لازم تسأل حالك ليش صار هيك يعني. يعني في شغله مهمه احيانا كثير بنلاقي صعوبه بشرحها للمريض. مريض بيقول لك انا هلا السكري ممتاز، امبارح فحصته 100 وصاروا شهر 100، بس نسي انه صاروا 10 15 سنه السكري كثير كان خارج الطبيعي. السكري ما بيدفعك الضريبه مباشره. صحيح، بعدين بيدفعك ضريبه بتتراكم عليك بعدين. بتقولي لك كنت ادفعها كل شهر. بدفعك عمره ما حدا يراكم عليك. طويله يمكن. دكتور، اليوم العلاجات الجديدة عن جد عملة ثورة بقصة العيون، شو هي العلاجات الجديدة وهل عم تعطي نتيجة مثل ما كنتوا متوقعين؟ خلينا لنعرف شو الجديد. القديم شو كان عنا؟ زمان كان عنا أكثر شيء نلجأ لليزر. مظبوط. الليزر بعد طبعا في له استعمالات، وبعد في له استعمال طبعا، لكن هلأ مؤخرا آخر كم سنة صار في ثورة مثل ما تفضلتي، في علاجات جديدة، علاجات نوع ما نسميهم هرمونية أو كيميكال تريتمنت، عبارة عن عقاقير أدوية تستعمل لتخفيف المضاعفات. وإذا بدنا نقارنها مع الليزر،
الليزر مثلا لمشكلة التوذم البقع اللي حضرتك حكيتي عنه، واللي هو بشكل 30% من انخفاض النظر عند مرضى السكري بشكل عام. يعني إذا بناخذ 100 مريض في 30% أو أكثر منهم عندهم هالمشكلة، بتبلش قبل النزف. نعم. الليزر ما كان كتير فعال. أوكي. الليزر كان بأحسن الحالات يقدر، بأحسن الحالات يقدر يوقف المشكلة وعند نسبة قليلة منه. أوكي. إذا ما عملنا ليزر نخسر 50 أو 60% من نظرنا. أوكي. إذا عملنا الليزر والله بنقدر بدل ما يكونوا 50% يصيروا والله شيء 30%، بس أنه في خسارة. بالأدوية الجديدة صار في تجاوب وصرنا نشوف نتائج كتير مقارنة مع الليزر أفضل بكتير. ما في خسارة بس ما في ربح كتير؟ في بعض الناس في ربح. إذا بدنا ناخد مرضى اللي هن كتير هالأيام بيعرفوا أهمية أو بيخضعوا لهالنوع من العلاجات، إذا ما ناخد 100 مريض كمان ما فينا نقول كله مثل بعضه. صح. ما في حدا مثل كل حالة التاني. تختلف عن الحالة طبعا. في نقول مريض عنده توزن بالبقع الصفراء، في عندك إذا لجأنا لهالأبر اللي بنستعملهم اللي هن بيجوا بيهاجموا هالهرمون اللي حكينا عنه اللي بيخلي الشرايين تكبر واللي بيخلي الشرايين تنش. ترشح مي بقلب الشبكية، إذا فينا نوقف هالارتشاح هالشبكة رح تستحيد سمكتها الطبيعية. صحيح. وهيدا بينعكس إيجابا على النظر. أوكي. هالأدوية هيدي بتجي بتهاجم هالهرمون هيدا، وبالتالي ببطل عم يشتغل، بالتالي الشرايين بتستعيد قوتها، بتبطل عم طبعا مفعول مؤقت، منه مفعول دائم، لنقول الإبرة بتضاين شهر أو شهر ونص أو شهرين. صحيح. رح تاخذها مدى الحياة؟ في ناس بنحتاج ناخذهم مدى الحياة، ولكن فترات اللي بنحتاج لحقن الأبر ما بتضلها هي ذاتها، يعني مش كل شهر. في ناس بتصير رابال يعني لهم بعدين. صحيح صحيح. إذا بدك نحكي فيهم البرنامج. معقول معقول بعد 5 سنين مثلا من أخذ العلاج ممكن توقفوا لمرحلة؟ في بعض الناس ممكن إذا بعد 5 سنين ممكن، إذا هو ساعدنا ودار باله على حاله وظبط سكري أكيد، حتى قبل 5 سنين في بعض المرضى. لقلك مثلا بنبلش في مرضى أول سنة اللي عندهم هالحالة هاي الماكيولار إديما أو التوزم البقعي، أول شيء قلنا لحتى ما ننسى الفكرة كنا عم نقول الليزر بطيء بحسن. صح. بس 40% من هالمرضى اللي بنعطيهم 40% بتحسنوا مباشرة من أول إبرتين ثلاثة، بيلاقوا الفرق، هن بيحسوا الفرق ونحن نشوف الفرق. أوكي. طبعا التحسن مش رح يكون بالمية مية، بس بيقدر يكون 90% يستعيد من النظر، والحمد لله كتير منيح قد ما بتسمح هالخلايا. في بالنهاية أثر مرض صار سنين عامل تأثيرات معينة، خاصة إذا المريض ما كان بيقشع منيح وبترد له 20% بيقول لك كتر خير الله. أكيد. بعد أول ثلاث أبر إجمالا بنعمل دائما تقييم للمرضى. هون المرضى دائما بدون خدعه لصور. صح. في صور بنعملهم لشبكية العين، الفحص مع الصور هيدول اللي بيوجهوا المريض وين صار. إن 40% رح يتحسنوا بسرعة، نسميهم فاست ريسبوندرز. في 40 بحوالي 40% تانيين بنسميهم سلو ريسبوندرز، بيستجيبوا ولكن ابطا من الفئه الاولى. أوكي. بياخذوا حوالي 6 اوبر او 7 اوبر لنوصل لنفس النتيجه. في ناس بضل في عندك 20% من الناس اللي ما بيوصلوا، هيدول في عندهم كمان علاج شوي مختلف. هيدول في يكون الباراليل للحقن هيدي بقلب العين الليزر مثلا. الليزر ببعض الاحيان له دور. يعني الناس اللي ما بنلاقيهم عم يستفيدوا على الاوبر، طبعا نعمل فورسين انجوكر، نعمل صوره ملونه كمان. الصوره ملونه بتفرجينا احيانا في عندهم ان في انسداد بالشرايين الصغار اكثر ما في ارتشاح. صح. هدول ما فيك تساعدهم كثير. الارتشاح اللي عم يحصل قادر انك بالادويه تسيطر عليه. اذا في انسداد كثير في منطقه مقطوع عنها الدم ما فيك ترجع للدم. صحيح. الشرايين اللي بساكن ما فيك ترجع تفتحه. هدول الناس ما رح يستفيدوا، او اذا بدنا نقول درجه استفادتهم اقل من الناس الثانيه. مشان هيك كل مريض بدك تدرسه على حدا. مش كل الناس مثل بعضها. بعض المرات بتفاجئ ليش جاري هيك انا هيك لرفيقي هيك، اجسادنا مش مثل بعضها. هالمرض شوي بيرسونال، يعني بيتعامل مع انسان غير ما بيتعامل مع ثاني، نتيجه تركيبتنا الوراثيه. صحيح. كمان في دور لها. طيب دكتور، هالحقن بتتاخذ بقلب المستشفى او بقلب العياده؟ في بعض المراكز بتعطيها ممكن تعطيها بالعياده، بمفضل اجراءها بمحل يكون نسبيا في درجه جاهز. تعقيم افضل من، مش ضروري بمستشفى غرفة عمليات لا، ولكن نسميها كلين روم بيكون افضل، حفاظا على منع خطر لا سمح الله حصول التهابات، لانه بالنهايه هالابره فيها يعني عم بتدخل ماده لقلب العين. صحيح. اكيد الاطباء عاده طبعا بيعرفوا كل
الانستراكشنز والتعليمات اللازمه وبنحطه للمريض وبنوعيه انه بعد كل ابره شو العوارض اللي حصل اذا حصل اي شيء منها مباشره يتصل بطبيبه لحتى لي اذا في لا سمح الله اي مضاعفات عم تحصل تقدروا تتعالج على الوقت المناسب. رح ننتقل لاخر فقره اللي هي طبب نفسك والنصائح نعطيها للمشاهدين. بدقيقة دكتور، شو بدنا ننصح المشاهدين بالنسبة لموضوع حلقتنا وخاصة السكري والعيون؟ اللي بدنا نأكد عليه انه موضوع السكري موضوع خطير على صعيد لبنان وعلى صعيد العالم. العالم ككل كل الدراسات بتقول ومنظمة الصحة العالمية بتعطينا مؤشرات انه بالمستقبل رح يكون مرض السكري اكثر بتزايد، خاصة مع انواع الغذاء للاسف اللي كثير عمالي بيكونوا اولادنا عم يستعملوها. يعني غريب اعطيناهم احسن ما عندنا الحميه المتوسطه البحر المتوسط واخذنا السيء من عندنا. اي اذا فينا نبعد عن جنك فود نقلل حصول السكري هاي اول شغله. اذا حصل في سكري كثير 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 مهم ما ننطر لحتى نبلش نحس بشيء. صح، الفحص الدوري عند طبيب العيون لازم يكون من الاولويات ونحطه على الكالندر عندنا ومنذكر. ويعني هون نتوجه اذا مش للمريض لاولاده، يمكن الاولاد شوي هل بينتبهوا اكثر معلومات اكثر بيحفظوها بدنا حريصين على احيانا كثير مريض السكري كبير بالعمر وفي عنده كثير اشياء ثانيه لحتى يهتم فيها بينسى، بده اهتمام من الاهل وهيدي شغله كثير بتساعد المريض اللي حواليه في ناس طبعاً. في سبورت كثير ناخذ نتائج افضل بفيز يصير في تفهم لاستعمال هالعقاقير. يعني هالابره اللي بنستعملها احيانا المريض بفكر انه هاي الابره وصحينا وخلصنا، وقد ما تشرح له ما كثير رح يعني اذا بكون العائله متفهمه بتساعده بتعطيه عوامل دفاع تاني. شكرا لك دكتور حسن شاهين، شكرا لحضورك ضيف ببرنامج المجله الصحيه، واتمنى لك بقيه نهار ممتعه. شكرا كثير لكم، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا لهون بتنتهي حلقتنا، بدي اذكركم انكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم.